يقول أخونا أيضا أحيانا تقتضي الظروف بأن نقيم أداء الموظفين من حيث الانضباط والأداء، وأحيانا نصف بعض الموظفين بصفات غير جيدة، فهل يعد هذا من الغيبة؟ ليس هذا من الغيبة إذا كان ما ذكرتموه صحيحا وواقعا في الموظف. الواجب عليكم الصدق والعدل، قال الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الواجب على المستحفظ على هذه الأمور، على تقييم الموظفين ودرجاتهم، يجب عليه الصدق والعدل والإنصاف، وأن لا يظلم أحدا، وأن لا يكتم العيوب التي في بعض الموظفين، لأن هذا غش في العمل. نعم.